شارك الأردن في اجتماعات جلسة مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. التقرير الذي عرضه ممثل الأردن الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير وليد عبيدات أمام مجلس حقوق الإنسان. أكد المنجزات التي تحققت في المملكة على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان مشددا على أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية. تعد المملكة الأردنية الهاشمية من أوائل الدول العربية التي قدمت دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وذلك في عام 2006 للقيام بزيارات رسمية للمملكة من قبل المقررين الخاصين. كما تستقبلهم في زيارات غير رسمية أيضا وقد سبق للمملكة أن استقبلت عددا منهم منذ هذه الدعوة ولا زالت وكان آخرها زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر أيلول من عام 2022 وسيستقبل الأردن هذا العام أيضا المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية فيما سيتم استقبال المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء العام القادم 2025 تتجاوب المملكة مع طلبات المقررين الخواص من خلال تقديم المعلومات حول استفساراتهم بخصوص بعض قضايا حقوق الإنسان في الأردن والمساهمة في تقديم معلومات أو الإجابة على الاستبيانات الواردة من قبلهم كما قامت المملكة باستقبال ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع العنف ضد المرأة والفتيات والممثل الخاص الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال وتم إطلاعهم إطلاعهما على أهم إنجازات المملكة في هذا الإطار كما يعكس التقرير دور الأردن في الجهود الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد وإيمانه بأن حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان جزء من الدين الإسلامي الحنيف. تتفاعل المملكة مع جميع الآليات الدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم تقاريرها الدورية الخاصة بحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار تم مناقشة تقرير المملكة الدوري السادس حول اتفاقية حقوق الطفل في شهر أيار من السنة الماضية، كما قامت المملكة بتقديم تقريرها الدوري الرابع إلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية. وتستعد المملكه لمناقشته امام اللجنه الدوليه المعنيه خلال ته شهر تشرين الاول من العام الحالي. وادراكا من الاردن بضروره تطوير وتعزيز منظومه حقوق الانسان، تتواصل الجهود الوطنيه لتفعيل عمل الخطه الوطنيه الشامله لحقوق الانسان. من خلال تطوير السياسات والممارسات الوطنيه الخاصه بحمايه وتعزيز حقوق الانسان والحريات باتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع ويضمن تكامل الجهود الوطنيه